الصحة والجمال لون جديد للحياة. وخلق من الموجودات الكائنات، وخلق من الكائنات المفعولات. الحمد لله الذي خلق المنافع والمضرات، وخلق الأسقام والصحات، وجعل الحياة والممات. وصلى الله على محمد وآله عدد السكون والحركات. أما بعد، هنتكلم إن شاء الله اليوم عن الموضوع مهم جدا اللي هو الإصابات الرياضية. الإصابات الرياضية هنشوف في الإصابات الرياضية مجموعة من التصنيفات والإصابات اللي بتحدث لكثير من الناس. الإصابات الرياضية من أكثر الإصابات الرياضية انتشارا بين جملة الإصابات الالتواء، حالات الالتواء. طيب نتكلم الأول ونقول ما هي تصنيف الإصابات الرياضية. إيه الإصابات الرياضية اللي ممكن نتعرض لها؟ أول حاجة من الإصابات الرياضية اللي ممكن نتعرض لها زي ما احنا عارفين كلنا الالتواء. الالتواء أكثر شيء بنتعرض له في بيوتنا حتى، أو في الشارع، أو في الملعب لو بنلعب كورة، أو في وخاصة لاعبو السلة لو لعبة السلة، أو أي لعبة من اللعبات ممكن حضرتك وانت نازل من على السلم تحدث حالة معاك ألف لا بأس عليك اسمها الالتواء. يعني إيه الالتواء؟ الالتواء همثل لك الحالة ببساطة جدا. الالتواء هو إن العضلة أو المفصل ذات نفسه، الالتواء حالة مفصلية يعني تحدث على مستوى الإيه؟ المفصل. الالتواء إن المفصل ذات نفسه ياخد حركة أكثر من المطلوبة. طيب حالات الالتواء، من أشهر حالات الالتواء التواء القدم، التواء الكاحل. التواء الكاحل حالة من بين جملة الإصابات الرياضية، حوالي 80% من الإصابات الرياضية، وأغلب حالات الالتواء هي التواء مفصل الكاحل. مفصل الكاحل اللي هو مفصل القدم. مفصل الكاحل التواءاته طبعا كتير جدا، ما بنشوف لاعب يحدث له حالة الأنكل سبرين أو التواء الكاحل، التواء القدم. الحالة دي من الحالات المنتشرة جدا. طيب أسبابها إيه؟ أسبابها بتبقى ضعف العضلات الأمامية في الساق. ممكن أيضا من الأسباب تكون الليونة الزائدة. الليونة الزائدة دي أحد الأسباب. طيب حاجة من الحاجات التانية اللي ممكن نجدها في حالات الالتواء، التواء مفصل الرزغ. التواء مفصل الرزغ لو حضرتك جالس على الكمبيوتر وماسك الماوس وبتحرك بيها باستمرار وفترة طويلة، لو لم يكن هنالك ساند للريست دي بنسميها ممكن يحدث بعض الآلام بسبب التواء مفصل الايه؟ الرزغ. يبقى عندي اول حاجة هتكلم فيها، هتكلم في حالات الالتواء. الالتواء منه حالة التواء مفصل الكاحل والتواء مفصل الرزغ، دول اللي من اكثر الحالات انتشارا في حالات الالتواء. طيب النقطة رقم 2، اعراض الالتواء. بنجد مع اعراض الالتواء لو حدث ان في اصابة خارجية سببت الالتواء لمفصل الكاحل، يعني إصابة خارجية، فبنجد طبيعي جدا مكان للإصابة الخارجية زي تورم. وبشكل عام أي حالة التواء بتسبب إيه؟ بتسبب آلام. بنجد موجود في المنطقة اللي تم التوائها، المفصل اللي تم التوائه بيعمل طبعا اللي بيثبت المفصل ده إن هو ما يزيدش في حركة الالتواء هي إيه؟ الأربطة الجانبية. الأربطة الجانبية. طيب زي الأربطة اللي اتكلمنا عنها في حلقات سابقة، أربطة مفصل الكاحل. الكاحل الأربطة دي بتعمل على إيه؟ تعمل على تثبيته، تعمل على تثبيت المفصل ومنع الحركة الزائدة. فلما تكون في حركة زائدة على مستوى مفصل الكاحل بيبدأ تحدث إيه؟ حالة الالتواء.
حالة الالتواء تسبب آلاما، تسبب تورما في المفصل، تسبب احمرارا في المفصل. الإديمة اللي بنشوفها دي كلنا بعد حالة الالتواء، ازاي نتصرف فيها؟ ايه العلاج لحالات الالتواء؟ حالات الالتواء علاجها يسير جدا جدا جدا. اذا افتكرنا كلنا الكلمة دي، هنفتكر مع بعض كلمة هنقولها رايس، ار اي سي اي، او برايس. يبقى كلمة رايس اللي هي كلمة ارز هنقولها بالانجليزي ار اي سي اي. ار يعني ايه؟ دايما بنقولها كده للناس كلها، نقول لهم افتكر كلمة رايس. ار ار ريست اول حاجة، ار ريست يعني راحة. اول المفصل اللي تمت اصابته يرتاح، اول شيء المفصل اللي تمت اصابته يرتاح. يبقى انت كواحد عادي تمت اصابتك اصابة رياضية وحدث التهاب معاك، الالتواء في الكاحل او التواء في الرزغ، اتصرف ازاي مع التواء الرزغ او التواء الكاحل؟ اول حاجة هقول لك ار. ار يعني ايه؟ ار يعني ريحه ببساطة كده، ار ريست ريحه، ريح هذا المفصل. يعني لو انا عندي مفصل الكاحل تم التهابه ارتاح، اول حاجة مفصل الكاحل يرتاح. اما ممكن اكل واشرب، ممكن اعمل كل حاجة الا اني احمل على هذا المفصل. طب عندي التواء في الرزغ، ممكن امشي واروح واجي انما ما احركش الرزغ ولا اعمل اي حركة من حركاته. دي رقم واحد اسمها R. رقم اتنين I. I اختصار لكلمة Ice بالانجليزية Ice، يعني ايه؟ بمعنى الثلج. هنا بنستخدم الثلج ليه؟ عشان نقلل ورود الدم للمكان. عشان نقلل ورود الدم المكان. يعني ايه ورود الدم المكان؟ يعني التورم اللي هيحدث في المكان، يعني بعد الإصابة على طول لازم ان حضرتك تريح. اول حاجة تريح العضو اللي تمت إصابته. اتنين تبدأ مباشرة في استخدام كمادات الثلج، او الثلج اللي بنقول عليه الثلج المجروش. يعني ايه؟ ممكن اجيب بعض الثلج واحطهم في كيسة وادغدغهم، او لو عندي ثلج اصلا متكسر احطه في كيسة وابدأ الكيس ده كله يتلف حوالين الايه؟ حوالين المفصل. جميل؟ ببساطة الثلج المجروش وابدأ الفه حوالين الايه؟ حوالين المفصل. ادا تاني حاجة هنعملها يبقى ار، بعد كده ايس اللي هي الاي. بدأنا نلف الثلج المجروش حوالين المفصل المصاب. بعد ما نلف، طيب هل ينفع ان انا اجيب التلجاية على طول واحطها على المفصل؟ لا، ده خطأ وخطر شديد على الجلد والاصابة، وخاصة لو كان عندك اصابة خاصة. فالتلج من الحاجات اللي هي بتقلل اللي هو التئام الاصابات، او نقدر نقول الجروح، التئام الجروح. فاحنا لازم نحط غطاء. يعني ابسط شيء ممكن نعمله ان احنا نحط التلج ده، نحط التلج فوق شراب لابسينه، فوق شراب لابسينه، او في قماش ونلفه على الايه؟ الرجل او على الايد اللي تم التواءها. يبقى كده اتعرفنا مع بعض على حالة جميلة، اول حالة في حالات الاصابات الرياضية اللي هي الايه؟ الالتواء. الالتواء يبقى لما اللي عرفنا ان الرجل تم التواءها، نبدأ بايه؟ نبدأ بالريست ثم الايس. طيب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة بعد ار اي سي، سي ايه بقى؟ يعني كومبريشن. افتكر حرف السي على طول مباشرة تفتكر كلمة ايه؟ كومبريشن. يعني ايه؟ يعني الضغط. يعني انا تمت الاصابة اريح، ايس تلج مجروش، او ممكن حفاظات الجل اللي هي موجودة دلوقتي في الصيدليات، محفظة الجل احطها على الاصابة، وبعد كده ها السي اللي هي كومبريشن الضغط. الضغط ابدأ اجيب رباط ضغط واضغط، واضغط الايه؟ اضغط حول المفصل المصاب. والضغط يبقى ازاي؟ يبقى من تحت لفوق، من تحت لفوق. و قدامنا دلوقتي زي ما احنا شايفين حالة من حالات التواء، وبيتم تشخيصها من قبل المعالج او الطبيب، بيبدأ يشوف وبعد كده ما شاء الله بدأ يحطله على طول لما عرف ان هي حالة التواء، حطله كمادات الثلج. لكن اللي قدامنا دي تمثل جلسة من الجلسات لانه بدأ فيها التمرين. طبعا الجلسة دي هنأجلها لبعد العلاج زي ما شفت. يبقى احنا هنكمل الاول اللي احنا بنقول عليه R الريست الراحة،
اي اللي هو التلج، السي اللي هو الكومبريشن الضغط، بعد كده الاي الاليفيشن الرفع. الرفع ارفع الجزء المصاب، وبعد ما ارفع الجزء المصاب انا رفعه مضغوط، يبقى انا ار الراحه، ار اي التلج المجروش. خلي بالنا من كلمه تلج المجروش ان هو في غلاف نلفه حوالين المفصل المصاب، وبعد كده السي اعمل رباط ضغط، والضغط يكون بشكل تدريجي. يعني ايه؟ يعني من تحت لفوق. طيب قدامنا دي حاجه من الحاجات اللي هنوصل بها بعد مرحله الرايس اللي اتكلمت عنها، اللي هو التمرينات ايه اللي عملها لحالات الالتواء المفصل. زي ما احنا شايفين ده حاله، دي مساج من تحت لفوق، ونعمل تمارين. ادى التمرين تمرين للكوادريسبس زي ما احنا شايفين. دي حاجات مهمة جدا بعد مرحلة الرايس. يبقى الاسعافات الاولية عندي هي الرايس ار اي سي اي، وزي ما قلت رباط الضغط بضغطه من تحت لفوق بشكل تدريجي. دي حاجات بسيطة اعرفها لنفسك وبيتك قبل ما تكون هتساعد بها حد ولا هتعالج بها حد، ودي بتساعدنا كتير جدا ان هي من تقليل الاصابة الرياضية. يعني ممكن نفضل بسبب حالة التواء نتعالج لمدة 6 شهور. يعني الدراسات بتقول من 3 لـ6 شهور لو انت تركت المفصل بدون اسعافات اوليه وتدخل سريع في الحاله دي. يبقى مع بعض افتكرنا نفتكر تاني ار اي سي اي اللي هو الاسعافات الاوليه اللي انا هعملها لحالات الالتواء. طيب دلوقتي هننتقل من حالات الالتواء الى حالات جديده اللي هي ايه؟ الكدمات. حالات الكدمات. ما معنى الكدمات؟ الكدمات هي اصابات خارجيه موجهة لأجزاء مختلفة في الجسم. يعني إيه إصابة خارجية موجهة لأجزاء مختلفة في الجسم؟ عندي في تصنيف الكدمات كدمة ممكن تكون اسمها كدمة عضل. يعني إيه كدمة عضل؟ تجي الإصابة فين في العضلة؟ تجي إصابة قوية في عضلة. طيب دي بتسبب إيه؟ أول حاجة الإصابة مش في مفصل، هي الإصابة في عضلة، وإصابة مش التواء، مش زي الحالة التانية. الحالة التانية كانت التواء سواء على مفصل الكاحل او الايد. اللي احنا قدامنا دلوقتي زي ما احنا شايفين بنشوف دي اسعافات اوليه اللي احنا اتكلمنا عنها في حالات الالتواء، الانكل اسبرين امرجنسي، اللي هي الاسعافات الاوليه لايه؟ لحالات الالتواء. وجاب له محفظه جل وبدا يحطها. دول 2 دكاتره زي ما احنا شايفين بيحاولوا يورونا ازاي ان احنا نعالج مريض عنده حاله التواء. اللي احنا شايفينه قدام عيننا ده بيبدا يجيب التلج وعايز يوضح لنا ازاي ان احنا هنعمل. بدا يكسر التلج اهو، بدا يجيب كيس تلج ويكسر التلج جوه الكيس عشان يبدا يلفه حوالين الايه؟ الكاحل المفصل المصاب اهو، بدا يلفه. يبقى دي اللي هو عمله ايه؟ هو طبعا قال لنا بشكل سريع، هو قال بشكل سريع. دلوقتي هو المفترض يفضل لفترة طويلة، يعني تعمل التلج لمدة قدين؟ زمان الناس بتسألنا دلوقتي التلج اللي احنا نعمله ده حوالين المفصل نعمله كم مرة في اليوم، وكل مرة كم وقت قدين، كم دقيقة؟ هقول لحضرتك تعمله في اليوم 5 إلى 10 مرات. سهلة، من 5 إلى 10 مرات، وفي كل مرة تعمله ما لا يقل عن 10 دقائق. طيب ما لا يزيد عن ربع ساعة. يبقى احنا معانا من 10 دقائق لربع ساعة نعمل الكمادات التلج، او ممكن نحنا لو معانا فوطة نحطها في الماء البارد ونبدأ نلفها حوالين المفصل. زي ما احنا شايفين اهو بدأ الدكتور دلوقتي يجيب تلجاية او محفظة جل يعني هيلفها، هيسيبها ملفوفة، وممكن كمان يلف عليها رباط ضغط. ممتاز جدا، بدأ نشوف ان هو بيلف رباط ضغط حوالين محفظة الجل. طب ليه محفظة الجل هي اللي ممكن يلف عليها رباط الضغط؟ سؤال جميل. ليه؟ عشان خاطر محفظة الجل هي أكثر حاجة تحفظ لي البرودة لفترة طويلة. يعني لو كيس من الثلج المجروش ما ينفعش ألف عليه رباط الضغط ده؟ لا ما ينفعش. اتفضل. أهلا وسهلا بالأستاذة نور، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لك يا دكتور، اتفضلي. انا كنا يعني الاول كنت بمشي كويس قوي. اوكي، كنت الاول بتمشي كويس على ايه؟ يعني بمشي، بحب المشي عامه يعني. حلو الكلام. بعد كده حصل لي من فتره كده
لما بمشي اكتر او بقعد على مكتب وقت طويل رجلي كلها بتبرم. ايوه تمام. لما وزن حضرتك كام؟ نعم وزن حضرتك؟ لا انا وزني 75. طيب انت ما كنتش بتمارسي الرياضه زمان؟ دكتور. نعم مارست الرياضه زمان؟ على طول. طيب اما ذهبتي لاحد الاطباء دكتور روماتيزم او عظام؟ انا من اسبوع كده رحت الدكتور. قام قال لي دي هشاشه، اداني علاج تعبني اكتر وخلى الورم زاد اكتر وانا واقفه. اما بقف فتره الورم بيزيد في الركبه، لكن لما بقعد وارفع رجلي على حاجه عاليه كل ده بيروح. طيب تمام كده انت شخصت نفسك خلاص. تمام هنجاوب حضرتك ان شاء الله. تمام. طيب حضرتك يا استاذه نور الحاله بتاعتك سهله جدا جدا جدا. بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ضعف للعضلات، ضعف للعضلات. يعني حضرتك اما بترفع رجلك الدم كله بينزل، لكن لما بتبداي انك انت اما بتمشي ما الدم ما بيترفعش. ليه؟ ده حاله ضعف عضلات للساقين. كل ما عليه حضرتك انك انت تعملي تمارين لعضلات الساقين، تمارين لعضلات الساقين. طبعا علاج بسيط جدا، كل ما في الموضوع ان حضرتك هتمشي كتير وتيجي من المشي تحط رجلك في الماء الساخن، ويفضل ان الماء الساخن ده يكون بمغلي ملعقة خردل وزنجبيل، حاجة تسخنه كده وتحميه، وتبدأي تعملي ترفع رجلك الاثنين وتعملي تمارين لرجلك الاثنين يوم ورا يوم، ان شاء الله الامور هتحسن وهتبقي تمام التمام ان شاء الله. طيب دلوقتي نكمل مع حضراتكم موضوعنا الجميل. اتكلمنا عن الالتواء وخلصنا الالتواء وشفنا. طيب احنا نشوف اصابة من الاصابات الرياضية اللي قدام عينينا. دي حالة ده ممكن يكون دخل في كسر. هنشوف دلوقتي المفصل حصل له ايه. زي ما احنا شايفين ده معرض يا كسر يا التواء يا خلع في ايه، في المفصل. احلى حاجه في الماتشات ان لها اعاده توضح المشكله ايه بالضبط. طبعا يبدو ان ايوه بالظبط كده. دي ايضا من لا ده بان طبعا الحاله دي قدامنا الراجل ده كسر كامل في الساق. الراجل ده حدث له كسر زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي. ده استعراض لاصابات متعدده، استعراض لاصابات رياضيه متعدده. زي ما ادى اهو حاله يا خلع كبير جدا جدا على مستوى الايه، مفصل الانكل. طبعا زي ما احنا شفنا دي مجموعه من الاصابات. طيب اخر حاجه هتكلم فيها النهارده وان شاء الله ناجل نكمل حلقتنا ان شاء الله، لان الموضوع طويل جدا في الاصابات الرياضيه. الإصابة عن الكدمات، الكدمات من الحاجات اللي أنا أحب أتكلم فيها ونخلي بالنا من كدمة العصب. الكدمات علاجها برضو نفس النظام هيكون رئيس أي كدمة أو إصابة، لكن نخلي بالنا من كدمة العصب. العصب أدى منطقة عصب وأدى منطقة عصب، وعندي خلف الركبة من تحت منطقة عصب البرونيال. الأعصاب دي ما ينفعش إن احنا نعمل لها رئيس، لأ نستبعد الضغط من على مناطق الكدمات الأعصاب، ونستبعد الضغط من على الثلج أيضا من على كدمات الأعصاب. كدمات الأعصاب أخطر ما يمكن، وعمل الثلج أو الضغط عليها ممكن يعرض الحالة للشلل في العصب المصاب. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. استمتعت كثيرا بلقائي مع حضراتكم، وإن شاء الله نلقاكم في وقت آخر وفي حلقة أخرى. نلقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.